رجعنا لكم تاني ومعانا يمكن الفقره دي انا بحبها على المستوى الشخصي يمكن عشان الكوره فيها مختلفه شويه والدماغ اللي معانا بتبقى دماغ مختلفه شويه. شافوا مبارك كتير متكلمين عن مبارك كتير ودايما احنا في الكوره بنحب نبص للحاجه الاحسن مننا شويه. لكن خلينا الاول نقدم ضيوفنا الكرام ناخد من العالمين الاستاذ احمد عزري استحير موقع في الجول. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن حبيبي عامل ايه؟ ازيك؟ موقع جميل ويعني ما شاء الله الشغل فيه بقى متطور بشكل كبير جدا من جوه ومن بره وبتعمل مقارنات وبتعمل حاجات جديده وفكر جديد ليها. ربنا يخليك. هو طبعا هي احنا على طول بيبقى نفسنا نعمل الكوره اللي هي الهدف الاساسي بتاعها الاستمتاع. حاجه الانترتيننج. فانت بتتكلم في انك عايز تجيب قصص بتاعه اللعيبه القديمه بتتكلم. في انك عايز تعمل الحاجات اللي هي الحاجات اللي احنا مالكوا سنه كده بتعملوا حاجات حلوه كده بره التحليل الفني وبره الاخبار كان نفسنا نكتر من ده بس للاسف الاحداث بقى والازمات بتخلينا في الاخر ترجع في الكوره خالص زي ما احنا هنا اهو بنكريش كوع بنتكلم في ازمه عمل الشيء. خلينا نروح للناحيه الثانيه. واحد برضه من الناس المهمين في الكره العالميه والاوروبيه ولا المحمودي طبعا زميلنا وصديقنا ورئيس القسم الاوروبي ولا الكره العالميه بشكل عام احمد محمود. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك. كله تمام؟ ناحية ايطاليا طبعا انت اهم حاجه عندك طبعا اكتر حاجه يمكن ايطاليا خلاص بقى بكره ان شاء الله الدوري خلاص صلاح خلاص رجع البريق الايطالي كلها السنه اللي فاتت بقت الهوايه. خلي بقى الناس كلها تتفرج على 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 الدوري الايطالي على روما يعني انا هشتهر كمان بقى انا هبقى انا محلل الدوري الايطالي كويس. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الكره الاوروبيه والميركاتو طبعا واهم الاحداث في 2015 2016 خلينا برضو لازم يعني نتكلم ان معايا الاثنين دول بيتكلموا بشكل ان هم مطلعين عن يعني الكره الاوروبيه عن بقى بيحصل ايه الناس بتتعامل ازاي. خلينا نشوف معاهم الموضوع اللي كان فيه بقى 3 4 ايام احمد الشيخ وازمه عمل الشيخ وانه مضى هنا ومضى هنا لوائح يعني خلينا اتكلم معاك في الازمه انت شايفها ازاي كراجل رئيس تحرير موقع من اكبر مواقع رياضيه في مصر شفت الدنيا بره اكيد بتتابع الاخبار العالميه هل المشاكل دي موجوده في اوروبا مثلا بنشوفها في حتت كتير موجوده ان واحد يمضي في ناديين ايه اللي بيحصل هل بالشكل هو انا ما بسمعش انت عارف انت احنا عندنا هنا حاجات مميزه جدا للكره المصريه يعني مثلا ان لعيب صفقه انتقاله ما تتمش عشان ما تقيدش في المنطقه بتاعته ده ما سمعتهاش بره ان لعيب منطقته اتقيد مرتين انك تلعب مثلا يبقى ماتش يوم الجمعه الاهلي بيلعب والزمالك بيلعب الاهلي بيلعب في الاسبوع الثالث والزمالك بيلعب في الاسبوع التاسع من الدوري في عندنا لعيب يلعب في الكاس ماتشين في نفس الدور مع فرقتين مختلفين مثلا ويجيب جون هنا ويجيب جون في فرقته القديمه فانت بتتكلم في ان بشكل عام الحاجات دي طبعا مش موجوده يعني بره ما سمعناش موضوع العقود القديمه والعقود الجديده والحاجات اللي من ثاني من ساعه بوزمان والحقيقه خلاص بالظبط كده هي بقى الكلام ده لسه عايز اقول لك ان هي القصه كلها جت عند قصه بوزمان وحددت المساله دي كلها حصل لغط كبير جدا المشكله ادت الى الحل بتاع القانون بتاع بوزمان اللي هو يعني سنه كام ما قانون بوزمان كان 90 حاجه 90 واعتقد وهو كان العنوان الرئيسي بتاعه ان في الاخر راي اللاعب هو اللي بي أساس. هو الاساس وبالتالي يساعد بعد كده في انك تتفنط بقى الازمات اللي حصلت الاهلي والزمالك عندنا لما دخلوا في الازمه دي كانت ازمه بعيده تماما عن احمد الشيخ بعيده تماما عن اي حاجه الاهلي مسؤولين وهم بيكلموني واحمد الشيخ في تصريح كان عندنا ان ما عندوش ازمه في ان هو يتوقف بس الزمالك يتوقف يعني هو الراجل قال كده هو مقر تماما بالقصه وبالمشكله وان هو وقع للناديين لكن في نفس الوقت هو شايف ان الزمالك اخطا والزمالك ما استخدمش الاسلوب الصحيح لانه الزمالك مقدم انت عارف مقدم العقد بتاعه وبعد كده مقدم الورقه بتاعت ان المقصه مسمح له ان هو يتكلم بعدها بفتره طويله او بتاريخ طويل اتحاد الكوره برضو كان قانونا من الكلام الكتير اللي عندنا ان انه كان في ايده ان هو ياخد القرار بتاع ان هو يعاقب اللاعب او ما ياخدش قرار والاثنين لوائحيا بشكل انت شايف العقاب بتاعه طبيعي صح ولا العقاب بتاع الايقاف انا اعتقد ان هما كان لازم ان احنا في مرحله خلينا نعيد تاني صياغه القوانين علشان خاطر لعيب وقع للناديين في باي طريقه من الطرق باي شكل من الاشكال ده ما ينفعش يبقى بيعدي بسهوله كده انما هو الاهلي هيعدي طبعا هو الاهلي مشكلته هنا الاهلي هنا مش بيقول ان اللعيب ما وقعش هو الاهلي بيقول احنا ما غلطناش ولوائحيا احنا موقفنا سليم والزمالك هو اللي غلط فهي بس هي الاهلي بيستخدم الموضوع مش عشان خاطر يعني احنا مش في خناقه لعيب وقع الناديين مش زي جده مثلا احنا في خناقه لعيب اقرب التوقيع بالناديين بالظبط واحنا في خناقه ناديين بيحاولوا يشوفوا مين فيهم اللي هيفرض كلمته على اتحاد الكوره بغض النظر عن اللوائح محمود
ايطاليا يعني فيها كوارث كبيره من حاجات اداريه بس مش كده يعني آه. انا بتكلم في حاجتين. اولهم ايه المشكله لما لعيب ينتقل من فرقه لفرقه تانية وانت ما خدتوش؟ يعني راح الزمالك ما راحش الاهلي، ايه المشكله في ده؟ يعني ايه الفكره؟ المشكله بيمضي عقدين وبيعشم. انا بالنسبه لي العقاب شايفه يستحق اللاعب، لانه ازاي انت واحد مضيت لنادي بعد 6 شهور قلعت الفانيله لبست فانيله ثانيه وقررت انك تمضي للفريق الثاني؟ ده انا شايف ان ده خطا فادح للاعب كوره لازم يتعاقب عليه. ده دي ناحيه ادبيه. الناحيه الثانيه انه اذا صدر قرار بعقاب اللاعب، وانا بتكلم هنا عن موقف النادي الاهلي، هل في قانون او شيء يبقى اقصى على نادي من انه ينزل درجه ثانيه؟ انا بفتكر مثلا اليوفي في 2006 بعد ما فضايح الرشاوي نزل درجه ثانيه، واليوفي في هذه الايام بيبرأ من بعض الامور، ولكن في اليوفي تدمير اليوفي من 2006 لحد النهارده كان سببه الدرجه الثانيه ونزول الدرجه الثانيه وبيع اهم لاعبته سحب القاب منه. ولكن في النقطه دي يا كابتن حازم لازم نقول حاجه مهمه جدا. الاهلي بيحكم لان الاهلي هو المسيطر بصراحه شديده جدا. لما الزمالك ياخد الدوري وياخد بطوله افريقيا، والاسماعيلي ياخد الدوري وياخد بطوله افريقيا، والاتحاد ياخد الدوري وياخد بطوله افريقيا، لن يجرؤ الاهلي انه يتخذ مثل هذه القرارات بمنتهى الشفافيه. ولكن لانه الاهلي هو المسيطر. انا قدامي الدوري السنه ده اهو، يعني ده لسه البدايه يعني يكمل على كده. ولكن انا شايف انه الاهلي بيحكم هذه الامور لان هو المسيطر في كل شيء، هو صاحب الاكبر جماهيريه. لو الاهلي كان انسحب من الدوري وعمل دوري انا بقول ده بمنتهى الشفافيه، يعني ممكن يعني في النهايه الاهلي على عيننا وراسنا، ولكن ده حاجه واضحه انه الاهلي بيحكم. رئاسه الوزراء بتتدخل احيانا علشان تخلي في بعض القرارات تلغى لصالح الاهلي، لانه الاهلي هو من يسيطر على كل شيء، هو من يتحكم في كل شيء. ساعه لما يكون عندك فرقتين وثلاثه واربعه بتبدا تنافس وتبدا تاخد بطولات ويبقى عندها جمهور وقاعده جماهيريه وانتشار في الوطن العربي وعندها قوه اقتصاديه كبيره جدا زي النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي، ساعتها بقى اتكلم. ولكن حتى الان الموضوع مختلف. بس هي انا يعني هي برضو هي محتاجه تتربط لوائحيا، ما ينفعش مثلا كابتن محمود. طب ما هو بعد مؤمن زكريا الموسم الماضي عملوا لائحه جديده اللي هي دي. ايوه ما هي غلط. النهارده هيعملوا لائحه، الاسبوع الجاي هيعملوا لائحه جديده بعد الازمه دي. انت هنا مش بترتب انت عندك مشاكل عامله ازاي، وبالتالي وبالتالي بتحط اللائحه على اساسها قوي. طب انا عايز اسال سؤال مهم جدا. دي برضه جزئيه مهمه. لا هم اللي هيحطوا اللائحه. لا ده انا هقول لك على اسلوب التفكير. بس انا عايز اسال سؤال، هل المشكله في اللوائح ولا المشكله في اللعيبه ولا المشكله في الانديه؟ يعني انا مثلا ما اسمع ان واحد مسؤول في نادي يقول له امضي مالكش دعوه، عادي مع كل مصر بتمضي. لا ده حقيقي، وبيبقى فيه كمان انديه ما بيبقاش عندها مانع ان اللعيب حتى لو جه ويتوقف ما عنديش ازمه طالما انا خدته من الخصم. يعني هو بالنسبه له هو ده صفقه، ده مكسب جماهيري، ده جول جابه. ده الحل فين يعني؟ ده اتحاد الكوره مش ممكن يعني هيعرف يوقف الموضوع ده. مظبوط، بس اتحاد الكوره عليه. انت بقى قول لي ايه اللي ممكن عليه على الاقل يعني. هي قصه مثلا اسلوب التفكير بتاع اتحاد الكوره. كابتن محمود الشامي كان بيقول، او الحاج محمود الشامي كان بيقول، ان من الحاجات الوحشه عندنا ان احنا ما عندناش قياده فيها عندها كاريزما لاتحاد الكوره تعرف تتكلم مع الاهلي تحت من بعيد عن الاضواء. هو قال كده بالنص، قال كده في الراديو. يعني يقعدوا مثلا مع بعض بالظبط ويعرفوا قاعده وديه يعني. بالظبط، ويعرفوا يصرفوا الامور بالطريقه دي. فده الاسلوب بتاع التفكير. هم هنا بيتكلموا في ان هم عندهم نقص في التواصل مع الاهلي، مش بيتكلموا عن ان عندهم لوائح بتحكم. فهو هم عايزين يمشوا الحال اكتر منهم عايزين يرتبوا ويبقى عندهم قوه وعندهم القدره على ان هم ياخدوا اي قرار بدون خوف. في حل تاني يا كابتن، ان يكون في بروتوكول تعاون بين الاهلي والزمالك في بعض الامور. هارد لك انسى الكلام ده كله بنقوله ده. انا بقوله في الكلام ده في من تسنين وانا قد كده. انت لو فاكر ان الصيف كله بدانا الصيف ده على قاعده ما بين ساباتيني وجالياني في ايطاليا، انا عايز رومانيولي. هل القرارات تنفع عندنا في بعض اللعيبه؟ لا مش في اللعيبه، في الادارات وفي اللي انت بتقوله ده. يمشي المقارنات معانا بعض الامور تمشي، لانه مش عندك يعني كام لعيب في مصر كان سوبر. يعني كام لعيب في مصر سوبر اللي هو هيتنازل عليهم؟ لاعبين ثلاثه. لا ما هو احمد الشيخ كان سوبر، ما كانش بس سوبر بس عملناه سوبر. ما هو بعد المشكله مش قبلها. دي النقطه. انما انا خلصت، انا واحد النادي الاهلي عندي مشكله في قلوب الدفاع، عايز قلب دفاع. نادي الزمالك انا محتاج حارس مرمى مثلا. انا قاعد انا محتاج في الميركاتو ده حارس مرمى، انت محتاج مدافع. اوكي انا هشتغل مع ده وده وده وانت تشتغل مع ده وده وده، الموضوع منتهي. الا في لعيب او اتنين ممكن يكون فيهم مشاكل كبيره جدا، ماشي يبدا الصراع اوكي. ولكن مش كل قصه بنتكلم على لعيبه بتعلي في سعرها وبتعمل مشاكل وفي الاخر اللعيبه ولا شيء. عمرو سماكه وغير عمرو سماكه، كل النماذج اللي فاتت فشلت. يعني كل الصراعات اللي فاتت على 2000 جنيه و5000 جنيه وحاجات عجيبه بنسمعها لاول مره. ولكن في النهايه انا شايف البروتوكول ده حاجه تكون محدده، وشايف ان ده ممكن يكون يصلح دلوقتي. يعني حتى اذا كان ما ينفعش زمان بس ممكن دلوقتي يكون له حلول دلوقتي. يا راجل انا بعد المشاكل دي كلها ممكن يكون له حلول بعد كل الازمات دي، وبعد السعي اللي عند مستشار مصطفى منصور من ناحيه وعند محمود طاهر من ناحيه تانية ان هم يحاولوا يلموا الدنيا شويه. انا شايف ده ممكن يكون بدايه، او على الاقل نتمنى، بلاش يبقى نقول ان ده واقعين، بس نتمنى انه يكون بدايه لحاجه كويسه. طيب طبعا كلام مهم جدا جدا، ويمكن
على موضوع الاهلي يعني بيحكم وكده، طبعا الاهلي جماهير كبيره، كان زمان جماهيره كبيره قوي يا محمودي طبعا يا كابتن، ولا والاداره السنه دي ماشيه بشكل كويس. انا ممكن اقول لك كلام وحاجات كتير جدا راحت لاداره نادي الزمالك وشغل نادي الزمالك يعني، فمتهيالي الموضوع ابتدت تقرب شويه. انا ولا هو شايف كان كمان الانديه يعني اسماعيلي على المدى البعيد، على المدى البعيد مش المدى القريب. دي مش اول واقعه يتم فيها تدخل من اجل حسم امور النادي. انا مش بقول ان الاهلي غلطان، بس بقول ان الاهلي قوته وقوه جماهيره وقوه شعبيته في الوطن العربي لولا برضو تنازل الزمالك كان ممكن الموضوع يفضل صحيح. ما اختلفناش بس اتكلم في اصل القصه. هل انت تتخيل ان الدوري كان هيتلعب السنه الجايه بدون الاهلي لو انسحب؟ مستحيل باي حال من الاحوال، كان مستحيل يعني، مستحيل ان يعدي علينا دوري ما فيهوش الاهلي. ده كان لا يمكن هيحصل. طيب انا عايز اسال سؤال يا احمد، ايه اللي ممكن نعمله يعني؟ دينا افكار كده الناس تسمعنا بيسمعونا دلوقتي المسؤولين، ايه اللي ممكن نعمله نقلل من الموضوع ده شويه، نقلل من تلاعب الاولاد الصغيرين دول واللعيبه الصغيرين دول بمسؤولين وبادارات وبجماهير عريضه جدا ملايين وملايين يعني؟ ايه اللي انت شايفه ممكن نعمله او يعمله الاتحاد؟ والله هو الاتحاد مش الحالي عموما، بس هو اتحاد الكوره ليه؟ طيب إيه؟ ليه الحالي ليه لا؟ اعتقد ان هو واخد يعني واخد سمعه سيئه مش عارف يتخلص منها، ان هو اتحاد ضعيف وان هو اتحاد مش قادر ان هو مش يتجاوز الازمات، بس ان هو يصطدم بالازمات دي او ان هو يعالجها بشكلها السليم. وبعدين التغيرات اللي بتحصل جوه الاتحاد والخناقات اللي بتحصل جوه الاتحاد مخليها برده مش قادر ان هو ياخد قرار بشكل محكم. يعني احمد مجاهد كان ليه توجه، محمود الشامي ليه توجه تاني، والقصه مش ماشيه زي ما بقول لك، مش ماشيه بلوائح ثابته. يعني انت ما اعتقدش ان الناس تعرف اسم رئيس اتحاد الكره الانجليزي. صعب جدا يعني، ما بيتدخلوش لان في لوائح وفي حاجه ثابته، وفي وكمان لجنه الانديه بشكل عام هي مش مفعله، هي لجنه هامشيه جدا، وبالتالي الانديه هي عباره عن رابطه ناس بتقعد تتكلم فيها مع بعض، بس مش قادرين ياخدوا قرارات مع بعض فيها توازن قوة. وهو توازن القوة ده هو الحاجة الوحيدة المطلوبة. ايه علاقة الناس اللي بتنجح اتحاد الكورة من الاندية الدرجة التانية بإدارة الدوري الممتاز؟ يعني العلاقات اللي بينهم بعيدة جدا. فانت مبدئيا انت محتاج انك تفعل، مش بس هقول كلام كليشيهات في الاخر، احنا عارفين كله ان هي افكار، بس هي زيها زي الافكار اللي كنا بنقولها بعد والعياذ بالله الحوادث اللي كانت بتحصل في الملاعب والحاجات اللي زي كده. فيعني طيب هو يعني الكلام يطول ويطول، لكن بنحاول ان احنا يعني نشوف حل للموضوع ده، لان انديه كبيره جدا وجماهير عريضه جدا بتتشد للموضوع ده، وكل سنه بنفضل فيه بشكل او باخر ونستنى ان كان مسؤول هو اللي بيتنازل او حد متنازل. مين معانا يا جماعه؟ طيب بنحاول نجيب محمود الشامي برضو يقول لنا حاجه في الموضوع ده. الحاج محمود، طب خلينا نروح للدوريات. الدوريات الاوروبيه اشتغلت بقى لنا اسبوعين اهو، بكره طبعا الاسبوع الثالث، وبكره بدايه الدوري الايطالي كمان للمحب يعني اللي هيشوفه صلاح بكره صلاح مع مين؟ فيرونا. روما فيرونا، ثاني ماتش ثاني اسبوع مع اليوفي. طبعا ده هيبقى شغل بقى عظيم جدا. طيب خلينا نروح نشوف في فيديوهات، كان في طبعا تصفيات تشامبيونز ليج. طيب خلاص، قبل ما ناخد الفيديوهات ناخد حاج محمود الشامي مجلس اداره اتحاد الكوره وطبعا رئيس لجنه شؤون اللاعبين. مساء الخير يا حاج محمود. شنور ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك. تحياتك، بقيت معايا في البرنامج على فكره، كل يوم معايا بصفه مستمره دلوقتي. ده شرف ليا يا فندم، انا اسف اكون بتقل على حضرتك يعني. لا ده والله ده اللي بتقل عليك، انا هجيب لحضرتك كرسي جنبي تقعد معايا بعد كده هنا. تعالى بنصرك يوميا. ربنا يكرمك. معانا الاستاذ احمد عز طبعا رئيس تحرير في الجول، ومع الاستاذ محمد محمودي دوت مصر، وبنتكلم عن كنا اللوائح ونحاول هنحد ازاي من موضوع المشاكل اللي كانت موجوده اليومين دول. اعتقد انتوا عاملين اجتماع ممكن تغلظوا العقوبات اعتقد لموضوع الامضاء في الدين. لا حضرتك، العقوبات دي الماده 13 مقرر، وقوة بتاعتها ملزمة يعني، ما فيهاش تغريدة عن 4 و6 و5 إذا أقصى حاجة. لا ماديا قصدي، ماديا ما العقوبة المادية دي أصلا حسب ما تراها اللجنة يعني، ما هياش حاجة محددة. أيوة أنا قصدي ممكن تغلظوها شوية، تبقى على أي عنصر بيمتلك حقوق رياضية سواء كان لاعب أو نادي أو وسيط يعني، دي موجودة. أنا بس عايز أوضح بس حلقة من أولى حلقة لحضرتك أستاذ أحمد في الموضوع اللي ما قال لي، إن أنا قلت، أنا فعلا قلت في الراديو الكلام ده فعلا ما كانش كبير. وابراهيم فايما مش فاكر، بس انا كان هدفي ايه سبب المشكله. احنا بنطبق اللائحه بس مفيش تقبل للقرارات من وجهه نظرنا، ان احنا شؤون اللاعبين طبعا. انا يعني اشتغلت، انا بقالي 15 سنه بشتغل شؤون اللاعبين، اول سنه 2000 اللائحه اللي موجوده
الحقيقه يعني غفلت كتير من المواد الملزمه والغير ملزمه داخل لجنه شؤون اللاعبين من الغرف فض المنازعات التقاضي والقاضي الاوحد، اضعفت شويه اللجنه وخدتها كلجنه من جوه لجان الاتحاد، عملت شويه مشاكل. كمان يا كابتن حازم في نقط دلوقتي يقول لك اصل ده ملزم وده مش ملزم، انت بتطور كوره وتساعد المفروض البنود كلها اللي موجوده في الدوري تبقى موجوده انت حاططها، وكل شويه في العالم كله انا بقالي 8 سنين بروح الجمعيه العموميه كل مره بنحط على اوضاع اللاعبين لازم في فقره في الجمعيه العموميه الاتحاد بتغيير بند او بندين من الدوري بناء على التنفيذ، انت بتنفذ بس تبقى حاطط الاساسيات اللي موجوده كلها وبتطور حسب رؤيتك، في مشكله بتحصل في الوكلاء حصل فيه مشكله غيرت الوسيط في شافيه في حاجه في المعايير الرياضيه في المعايير الفنيه، فكل سنه انت بتطور بس يكون عندك قاعده سليمه تكون حاطط لائحه سليمه. فانا بمنتهى الامانه في عوار كتير جدا في اللائحه هننزلها ان شاء الله، ويتمنى يكونوا نقاد المهتمين بموضوع شؤون اللاعبين يكونوا معانا ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم من كراسات لمده شهر متواصل مع الانديه ومع الناس، هنعرض لائحه شؤون اللاعبين موجوده طبعا لائحه واضحه محفوظه كلها موجوده في كل المواقع الاتحاد الدولي، وازاي نحطها وازاي الحاجات المشاكل دي كلها زي ما حضرتك قلت بالنسبه للعقول الماليه والكلام من ده تتغلص تبقى حاجه محترمه معروفه للناس كلها تعتمد من الجمعيه العموميه اللي جايه في شهر 9 وتبقى 1/10 ان شاء الله قابله للتنفيذ في لحل المشاكل كلها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا فندم. بشكرك يا حاج محمود، شكرا جزيلا ودايما بنطيل عليك. انا اسف. شكرا يا فندم. يعني الكلام بتاع الحاج محمود شايفينه ازاي؟ يمكن هو بيطور في اللوائح وهيعمل قاعده، يعني هيعمل تطويل لائحه يعني الواحد بيتمنى ان دي كانت تبقى خطوه مبكره شويه علشان خاطر ده استعدادا حتى بيبقى الموسم الانتقالات، يعني بتبقى حاجه كده عامله زي تجهيز الطريق بتاع الساحل في وقت الصيف والحاجات دي. يفتح 1/9 بالظبط كده الناس تروح. فهي نفس الفكره لكن على الاقل هي خطوه محترمه، نتمنى ان هي تطلع قوانين ملزمه ما تتغيرش بتغييرات الاشخاص داخل لجنه شؤون اللاعبين وداخل اتحاد الكوره ان شاء الله. محمودي شيء مهم طبعا، يعني ما شيء مهم، اتمنى بس تكون في لوائح قويه غليظه جدا على اللاعبين بالذات، ايقاف اللاعبين لفتره طويله. معرفش هل يجوز انه بطريقه او باخر لو في نادي يعرف انه اللاعب ده متعاقد مع الفرقه وهو يتعاقد معاه، هل ممكن نعمل حاجه شبه انه النادي يتحرم من التعاقدات مثلا لفتره؟ ما هو ده اللي لازم يحصل. هو الاهلي بالمناسبه يعني كان في التصريحات مسؤوليه كلها بتقول كده، عايز توقف احمد الشيخ ما عندناش مانع، بس لو سمحت يمنع الزمالك من فترتين قيد زي نادي برشلونه. مين قال كده؟ الاهلي على كابتن علاء عبد الصادق. فهم ما عنده يعني هو ما عندهمش مانع، بس الزمالك واخد اذن من المقصه. ما هو راي الاهلي ان الاذن بعيد عن المرحله بتاعه التوقيع، يعني هو ولد وقع وفي وقت تاني كان الاذن جه، وبالتالي ما ينفعش تربط لي بس المقصة نفسه ما قالش ان هو الزمالك عنده مشكله مع الزمالك. بالظبط المقصة صاحب نفسه تمام، مش دعوه بالموضوع. لكن ايد اللاعب هيعاقب الزمالك على اساس ايه؟ لكنه ايد اللاعب. انا معاك ده يؤدي ان العقد اللي فات ما كانش مظبوط، ده كلام المقصة بالظبط. ان هو تأيد في القائمه الجديده، مش كده؟ تأيد في القائمه ومنين انت رحت تعاقدت مع الزمالك؟ انا كان نفسي اصلا نتكلم عن احمد الشيخ كلاعب بصراحه. يعني طب ايه خلينا يعني انا فاهم برنامج رياضي واحد عمال انا نفسي نتكلم عن الكوره. انا نفسي اتكلم في الكوره والله العظيم، احلى حاجه في الدنيا. وعايز نتكلم في وجع الدماغ في حلقه ثانيه ان شاء الله بعد ما تكون هديت. طب سريعا احمد الشيخ رايك فيه كرويا؟ انتوا بتعملوا احصائيات وبتعملوا حاجات؟ انا بقول لك خلينا الحلقه الجايه ان شاء الله. انا مجهز في شركه عامله سكاوتنج لاحمد الشيخ بقالها 3 مواسم، مجمع له كل لقطاته من كل بس اللعيبه كلها مش احمد الشيخ بس. طبعا طبعا تجيب احمد الشيخ بس. لا هي بتعمل حاجه لكل اللعيبه اللي في السوق علشان تساعد بعد كده حتى الانديه في فهجيب لك الفيديو ان شاء الله. هو فيديو مطول بس بيشرح بالظبط مميزات وعيوب احمد الشيخ بالاحصائيات بتاعته. ده كلام ده هتبقى معانا بقى، ما بتطلعش لحد تاني ان شاء الله. بس هو يعني زي ما قلت لك انا كان نفسي هو ده اللي نيجي نتكلم عنه عن احمد الشيخ. بس والله بس انا كمان نفسي ده مش مدينا نفسي نتكلم في رياضه، ولكن دايما بتاخد من المشاكل مع ان الرياضه هي المفروض يعني الكوره هي الاساس والمشاكل هي تيجي فرعيه من اساس الكوره. بالظبط كده. يعني للاسف المشاكل بقت هي بتطغى على كره القدم. خدناش على كده يا كابتن، خدناش على دور على الاخبار الاكثر قراءه في اي موقع وانت تعرف. صح للاسف. طيب خلينا نروح للماتشات بقى، نتفرج شويه كوره شويه حلوين، نغسل عينينا كده ونمتع عينينا واحنا بنتفرج على الماتشات. يمكن ده ماتش لا ده يا سيدي، هم بادئين بفيديوز ليه علاقه بسوق الانتقالات مباشره. طيب. وده كان فيديو عن دالي بليند في فتره الاستعدادات الصيفيه. داني بليند دالي بليند وهو كان واحد من اكتر اللاعبين اللي بيتكشفوا في خط الدفاع بتاع مانشستر بسهوله، وكان سيء جدا في التمركز في قلب الدفاع. هو اصلا لاعب ارتكاز وبيلعب باك ليفت في توقيتات كتيره، لكن يونايتد قرر ان هو ما يشتريش اوتاميندي، ما يشتريش فانجال محترم، وبالتالي فانجال يعني، وبالتالي
هيخشوا الموسم بالشولينج مع دالي بليند اللي اخطاؤه كانت ساعات جونز كان بيلعب معاه وفيل جونز اللي اتصاب في اول مباراه في الدوري الانجليزي. دالي بليند يعني عندهم مشاكل هتبقى كتير جدا. دي نقطه الضعف، احنا هنتكلم عن نقطه الضعف في الفرقه، هنتكلم عن الانتقالات اللي عملوها. الانتقالات اللي عملوها جابوا ممفيس ديباي وجابوا دارميان ودارميان ده باك رايت دفاعيا ممتاز جدا جدا، عامل زي جاري نيفل كده، جوان شتايجر وشنايدرلين وسيرجي روميرو ودول كان باجمالي 82 مليون استرليني. مش من الفرقه دي ماريا وفامبيرسي ورافائيل واخيرا ناني وتوم كليفرلي. صفقه الموسم بالنسبه لهم كانت ممفيس ديباي، وده الفيديو الثاني اللي معانا. دي حاجه كده تركه من التركات الحلوه اللي بيحللوها بره، ان شاء الله نبقى نعمل حاجه شبهها. ايه بقى هي دي؟ ممفيس ديباي اللعيب اللي عليه الاشاره، معلش تعالى هو بيعرف عند هو بالظبط كده. ده ليه يونايتد اشترى ممفيس ديباي؟ ده لعيب عنده سرعه حرفانه عاليه جدا في خداع المنافسين قبل ما يبتدي الستارت بتاع الجيم، الفينت اللي بيعمله. معلش تعالى يعني لو شفنا الفينت لو ينزل ويرجع تاني ياخد من وراه بالظبط كده، فبيضحك على الفول باك اللي قدامه بشكل ممتاز جدا. بيعرف فيه هي دي واحد. ادي اول مره، وبعد كده اتنين وياخد من وراه بالظبط كده، فبتبقى كل سنه طيب. الفول باك راح في ده عشان عنده السرعه جامده، اللي هو اللي تالق الماتش اللي فات، هو اللي جاب لهم جونين وعمل الجون التالت، وهو السبب الرئيسي في ان بيدرو ما جاش الفرقه. يعني في اخر التحليلات اللي كانت مكتوبه كانت ان بيدرو يا هو اللي هيلعب يا ممفيس ديباي، هم عايزين يستثمروا في ممفيس ديباي اكتر، وبالتالي ما رضيوش يجيبوا بيدرو علشان خاطر ما يحطوش ممفيس ديباي على الدك. فده كان اهم صفقه في الموسم بتاعه الانتقالات بتاعه يونايتد، مع الدعم بتاع شنايدرلين وشفانشتايجر. ليه شنايدرلين وشفانشتايجر ما لعبوش مع بعض لحد دلوقتي؟ ده لان مايكل كيرك مسيطر تماما على رؤيه فان جال، بس هو بينزل شفانشتايجر دايما نص شوط تاني يعني. بالظبط. بس ليه كارك بقى مهم؟ ودي مهمه جدا برضو لعيبه الارتكاز الموجودين في الكره المصريه. مايكل كارك هتلاقيه وهو واقف، مايكل كارك هو اللي على اليمين ده اللي جنب الخط الابيض. مايكل كارك قافل زاويه التمرير على الواحد واثنين على اللاعبين الابيض اللي على اليمين واللي على الشمال في نفس الوقت. لما الكره اتحركت ومشيت مره تانية، مايكل كارك راح مره تانية ووقف قفل زاويه التمرير على اللعيب اللي جنبه ومراقب اللعيب اللي معاه زي ما هو. بيعمل ده باستمرار في الدوري الانجليزي. من الحاجات التانية اللي بيعملها مايكل كارك ان الكوره في رجل مايكل كارك بيضرب، وين روني بيجري وممفيس ديباي بيجري وهو بيديهم الكوره مباشره. اي لعيب تاني في وسط الملعب في يونايتد بياخد الكوره بيقف عليها شويه ويقعد يفكر. فده مخلي مايكل كارك مهيمن على رقم واحد دماغ لويس فان جال لحد دلوقتي. وده بالمناسبه انا نفسي لو ان شاء الله برضو في مره تانية هجيب لك فيديو للزمالك. الزمالك مش عنده مشكله ضغط على الخصم، الزمالك عنده مشكله انه ما بيقفلش اي زاويه تمرير للفريق الخصم. ممكن يقعدوا يباصوا حواليك طول اليوم. ودي المشكله الرئيسيه اللي عند النادي اللي بتخليه ساعات ما يهيمنش وما يبقاش هو المسيطر على المباراه. لا تشيلسي ده كده يونايتد صحيح، ده اليونايتد. نرجع لتشيلسي، وتشيلسي يمكن السنه دي كان عنده حاجه غريبه جدا. احنا هنتكلم عن نص الملعب، عن فابريجاس وعن ماتيتش وعن راميريز الثالث اللي موجود في نص الملعب. مشكله تشيلسي في الفتره الاخيره هو في الثلاثي ده، في التمرجس الخاص باللاعب الثالث اللي بيساعد ماتيتش في انه يغطي في الهجمات. واحد زي راميريز في المنطقه اللي هو واقف فيها عند السهم الازرق دي، هو لا هو مغطي ورا ولا هو بيضغط على الجزء اللي قدام بحيث ان هو يقطع الكوره. لما يبدا يضغط بيضغط في وقت متاخر جدا، بيبقى من السهل ان اللاعب اللي معاه الكوره يبدا يتقدم ويحاوره. في الحاله دي ماتش بيكون محتار ما بين ان هو يسيب اللاعب اللي معاه ولا يروح عشان يضغط. اللي بيحصل انه اللاعب اللي معاه الكوره في السيتي بيعدي وبيبدا ماتش ياخد خطوه، الخطوه دي بينكشف اللي وراه المنطقه اللي وراه تماما. يعني تشوف في الكوره الجايه كمان بعد ما ماتش اتعدى هتلاقي في منطقه اصبحت فاضيه تماما في التمرير، وبالتالي اصبح في فجوه كبيره جدا من خط النص وخط الدفاع بالنسبه لفريق تشيلسي. دي يمكن المشكله اللي كانت مستمره مع الفريق. السكرين دي بالظبط حلو قوي، السكرين المنطقه دي بقت فاضيه تماما. وبالتالي اصبح ضرب تشيلسي من الكرات العرضيه سهل جدا هذا الموسم، سواء في امام ارسنال او حتى في المباراتين في بس حتى بيخدم العمق دي. يعني كمان تشيلسي السنه دي من العمق حتى مكشوف جدا جدا بالزبط. يعني انا فاكر مورينيو اول ماتش مانشستر سيتي قال لك انا طول المحاضره بقى لي 10 ايام بتكلم على اجويرو، واول 3 ثواني راح انفراد من مش هيطلع تيري باللقطه بتاعه راميس. وسبب حاجه تانية ان جون تيري كان لسبب غير مفهوم ساب الخط الظاهر وطلع لبره يقابل يا توري ويضغط على غيره بين الشوطين. دي اول مره اعتقد تيري اتغير بين الشوطين. وجرايت انجلترا ثابت الماتش وثابت 3-0 وان ده بطل الدوري وانه ممكن ما ينافسش، وركزت تماما على القصه بتاعه جون تيري دي الاسبوع دي. يمكن برده لقطه ثانيه وضحت انه المسافه اللي كانت موجوده ورا خط الوسط بتاع
تشيلسي، وانه في فجوه كبيره جدا ما بين خط الوسط وخط الدفاع، دي كانت مشكله كبيره جدا. المشكله الثانيه كابتن حازم وهي في خط دفاع الفريق نفسه، خط دفاع تشيلسي بقى عنده مشاكل كبيره جدا في حاجتين، ويمكن ده هنتكلم عليهم تباعا في كل الفرق اللي جايه. يعني هنتكلم في انه العالم حاليا بيفتقد لمركزين، مركز الباك اليمين او الشمال اللي بيخش يغطي على اخطاء الدفاع ويصبح مثلا مساك ثالث، دي حاجه. والحاجه الثانيه اللاعب اللي قدام خط الدفاع، دي يمكن مشكله في المباراه اللي فاتت، وهو جون تيري اللي المفروض مركزه هنا الوقفه بتاعته هنا غلط بعكس كاهل اللي واقف ماسك اجويرو، ولكن كل واحد منهم عنده مشكله، تيري في البطء وكاهل فانه في ثانيه واحده ممكن يغلط ويسبب كارثه. ده يمكن اللي حصل في الهدف اللي فات، ديفيد سيلفا المفروض يضغط عليه من هنا، ما تضغطش عليه، الراجل راح الناحيه الثانيه برده ما تضغطش عليه، بيحلق. بقى عنده زاويه تمرير مفتوحه ده جاري لاجويرو اللي جوه، جون تيري هو اللي واقف جون تيري اللي هو اللي سايب السنتر باك، هو اللي سايب مكانه في ارض الملعب. اسبل كويتا برده تمركزه خاطئ جدا، سايب الجناح معدي، كاهل مراقب كويس جدا، ولكن في لحظه واحده هتلاقي انه سيلفا غير اتجاهه، واجويرو خد خطوه من ورا لقدام خلته اصبح عنده القدره ان هو يلعب 1 2 مع ياي توري ويسجل احد اجمل اهداف الموسم في الدوري الانجليزي. يمكن دي الخطوه اللي هتلاقي اجويرو خدها، اصبح عنده زاويه تمرير، عمل 1 2 بشكل رائع جدا وسجل احد اجمل اهداف الموسم. ده يمكن اهداف مباراه سوانزي وتشيلسي اللي توضح الفارق بعد طبعا الهدف الاول. الأول على فكرة. صحيح، بعد الهدف الاول احنا بس بنؤكد على الفكره، بعد الهدف الاول اللي سجله اوسكار استقبل الفريق هدفين تقريبا بنفس الاخطاء دي، ده كان اولهم كره عرضيه زي ما احنا اتكلمنا عن الاخطاء من الكرات العرضيه اللي بقت مفتوحه جدا على تشيلسي. ده يمكن الهدف الاول اللي سجله ايوه. وهتلاقي بعديه الهدف الثاني كره ملعوبه من ورا لقدام، مفيش اي لاعب ارتكاز مغطي مع الاثنين باكات اللي ورا او حتى باك يمين او باك شمال مغطي معاهم، فهتلاقي جوميز خد الكرة ولقى ان الموضوع بقى فطيج جدا. ده يمكن هدف تشيلسي قبليه التقدم بتاع تشيلسي في الهدف الثاني، وبعديها نجح حتى وهي بتبني الهجوم. صحيح، حتى في الجوله تحس انه اصبح فردي، يعني حتى ويليان جه الكره خبطت وعملت لفه، يعني ما فيهاش حتى جزء من المهاره او في الابداع. ده بقى يتحل عن طريق بيدرو اللي تشيلسي اشتراه 30 مليون يورو، وده كمان ممكن يتحل عن طريق اوسكار والناس دي. سيتي يلا. مانشستر سيتي عملوا موسم انتقالات غريب جدا. جابوا فابيان ديلف ورحيم ستيرلينج واوتاماندي، وده كلفهم على بعض 71 مليون استرليني، ورايحين يدفعوا 50 مليون استرليني كمان في كيفن دي بروين. ارقام كبيره جدا يا جماعه، مع لعيبه يعني كويسه بس مش بالدرجه دي بالظبط. بس هو سيتي ده بيعلمك حاجه في موسم الانتقالات مهمه جدا، كانت انت عندك الفرقه فيها الفريق الاساسي ال11 اللي ما بيخرجوش، ولعيبه بعد كده لازم يكون عندك نجوم تبقى قاعده على الدكه، وبعد كده لعيبه تانية اللي هو اسمهم فيرست تيم، وبعد كده روتيشن لعيبه الاقل جوده تنفع تنزل في الماتشات اللي زي سوانزي والحاجات اللي زي كده في الشوط الثاني، وبعد كده اللعيبه اللي هي الهوت بروسبكت. هما اشتروا 3 من اللعيبه الصغيره اللي تحت 21 سنه واهمهم باتريك روبرتس، واشتروا النجوم الكبيره زي رحيم ستيرلينج علشان ياخد الجبهه الشمال، كيفن دي بروين عشان ياخد الجبهه اليمين، ونيكولاس اوتاماندي عشان يقف. هو ده بس هو دلوقتي بدا ان هو حالي والشكل ده غريبه جدا عليهم، مدياله عبد الله السعيد شويه بس على سنتر باك. ده طبعا ده قلب دفاع منتخب الارجنتين وفالنسيا السابق. يعني بالظبط ليه كيفن دي بروين 58 مليون جنيه استرليني؟ ليه ما جابوش دي بروين ده كان بيلعب في تشيلسي بالظبط، وقعد سنه وما كملش، راح اعاره في اوزبورغ، وعشان شورلي يعني تحديدا ده. كان شورلي هو اللي كان مسيطر على المكان ده فمشوه، وبعد كده كمان شورلي بعديه. فده ليه؟ لان هم ركزوا في ان هم عايزين ايه، هم عايزين اسيست مش جوان اكتر. انت بتتكلم بس في حاجه مهمه جدا، ان هم عايزين بالظبط، عايزين حد للسيستم بتاعهم بالظبط، مش عايزين واحد جاب جون في ماتشنا فهاته. هو ده الفكر، يعني انا بجيب اللي هو انا عايزه. انا بقول لك مجرد ان انا واحد جاب لي فيا جون. هل الناس تقدر تقول احمد الشيخ ده لعيب كم من 10 في وجهه نظرها؟ يمشي مع الطريقه اللي بنلعب بيها ولا ما يمشيش؟ يعني ما اعتقدش ان احنا عندنا هنا برضو القصه بتاعت انت احتياجاتك عامله ازاي بالظبط، انت بتجيب على قد ما تقدر وبعد كده بتبتدي تفنط. طب بعد الفيديو ده اوتماندي المفروض خدها في الاخر. ماشي. على فكره هو خلاص قوي اللي وقفه ميسي، بس هو قوي جدا في قوي، وبعدين هيدر كويس بيطلع من نوعه كويس. انا هو مش من فالنسيا عشان كان قرفنا في ماتشات ريال مدريد كلها. ده بروين طبعا لعيب صغير في السن بلجيكي، ويمكن بلجيكا فيها لعيبه كتير جدا، طفره عظيمه، جيل عظيم، مدير فني كبير، وبالتالي مش قادر ان هو يجمع اللعيبه دي، هو بيحشي الفرقه بكل اللعيبه اللي عنده. فهو مثلا عنده
ستة بلاي ميكرز فيحط الستة بلاي ميكرز هازارد وبروين وواحد بقى يلعب ارتكاز والتاني يلعب باك رايت يعني يقفلها وخلاص. دي بروين عمل السنة اللي فاتت 27 اسيست في 48 ماتش. نسبة الاسيست بتاعته في الماتش الواحد 88%. رقم كبير. بالظبط كده. ديفيد سيلفا اعلى واحد في مانشستر سيتي في سيتي في الموضوع ده بيعمل اسيست 6/10 في الماتش الواحد. اقل من دي بروين بكتير. وبالتالي هم كانوا حاسين ان عندهم نقص في صناعه الالعاب من الحته اللي هم الثلاثه اللي ورا. نقص مش مؤدي الدور بشكل كويس. لا كلهم مؤدين الدور بشكل ممتاز. بس هم عايزين يزودوا المعدل اكتر من اي حاجه تانية. مش عايزين بس استحواذ, هم بيدوروا كمان على تسريع الكور لراس الحربه سيرجيو اجويرو. وبالتالي هم شافوا ان هو انسب من بيدرو في المركز ده, وبالتالي هم رايحين. لكن هتفضل النقطه انه في حال غياب اجويرو هيحصل نفس الكارثه السنه اللي فاتت. اجويرو لو في حال اصابته بديل اجويرو بالظبط, ويمكن دي مشكله. مين البديل؟ ما فيش اجويرو صح. لاعب ضد بيع بوني, ويلفرد بوني هو لاعب واحد. والنقطه الثانيه اللي كانت ضعيفه جدا في سيتي السنه اللي فاتت هي توري على المستوى الدفاعي. ما شاء الله هو لعيب عظيم ولا زال, وهيفضل سنتين قدام عظيم على المستوى الهجومي. بس هو ابتدى يتعامل كانه اتاك ميدفيلدر شويه, زيه زي سيسكو فابريجاس كده. ابتدوا شويه يعتمدوا عليه زياده عن اللزوم في قدام. بس هو بيعملها حلو جدا. وبالتالي هو ابتدى مع الوقت يبقى عارف لما بتحس بنفسك شويه فما بتقومش بالدور الدفاعي. فكان ابتدى يوفر مجهوده قدام يجيب اجوان وبتاع. كان جاري نيفل كان اصطاده كده في البرنامج بتاعه, معرفش الفيديو المفروض معانا. اصطاده في البرنامج بتاعه في كذا ماتش ورا بعض, بيسيب الدور الدفاعي بتاعه ما بيقومش بيه تماما. بيطنشه وبيسيب الفرقه بتاعته تتعرض لمشكله كثافه عدديه عليها في اثناء الهجمات. وكان بيكشف خط دفاع سيتي بشكل كبير جدا. يمكن عشان كده اشتروا فابيان ديلف. لازم ديلف يلعب معاه في الماتشات الكبيره عشان يديله هو الحريه الزياده ان هو يزيد. هو كمان اللي مخلي ده مش واضح شويه انه السنه دي كومباني ومانجالا بادئين الموسم بشكل ممتاز جدا, خاصه مانجالا اللي كان نقطه ضعف السنه اللي فاتت. بادئ اول ماتشين السنه دي بشكل ممتاز جدا, فيمكن ده اللي مخلي الدنيا بعيده شويه. ده ارسنال وست هام. ارسنال وتشيك والناس كلها بتتكلم على تشيك وصفقه رهيبه خلص في اول ماتش. صفقه تشيك دي انا شفت ان اهم حاجه فيها يا كابتن انه ده كان تاكيد انه ارسنال ما عادش هيبيع نجوم من فرقته لفرق كبيره تاني. بعد فابريجاس وبعد فان بيرسي وبعد سمير نصري, خلاص الارسنال قادر ان هو يشتري نجم كبير من تشيلسي. انا بعرض ده في الاول ان ده بدايه ارسنال في الموسم, البدايه ضعيفه جدا دفاعيا, والبدايه اللي كانت تقول انه ارسنال على جرار تشيلسي في مشكله في الرباعي اللي ورا, سواء في التغطيه او في الرقابه. ده كان حاجه مهمه. ولكن ارسن فينجر لجأ في اخر مباراه امام كريستال بالاس الى حاجه مهمه جدا, وهي تبديل المركزين كازورلا مع رامسي. بمعنى انه ارون رامسي اصبح هو اللعيب اللي بيروح ناحيه اليمين, واصبح كازورلا هو اللي واقف ورا. ده عمل حاجتين. اول حاجه انه خلى رامسي يقف جبهه مع بيلرلين في الناحيه اليمين, وده كان حل مهم جدا. الحاله الثانيه ان هو ادى كازورلا المساحه ان هو يبني اللعب بشكل ممتاز جدا, وده كان حل مش موجود في ارسنال. الحاجه الثالثه ودي الاهم, انه رامسي بدا يدخل لقلب الملعب في النواحي الهجوميه ويفتح السكه لبرلين اللي بيعد من اسرع لاعبي الدوري الانجليزي على الاطلاق. الراجل ده في الانطلاقات بتاعته من الناحيه اليمين سريع للغايه جدا, حتى وان كان ضعيف شويه من الناحيه الدفاعيه. فيمكن دي نقطه اللي ارسن فينجر بدا يشتغل عليها المباراه اللي فاتت, وده كمان اللي خلى مسعود اوزيل مش مطالب ان هو يشتغل كجناح زي السنه اللي فاتت ويظهر بشكل سيء جدا. هتلاقي دي مثلا احدى الكرات بقت الزاويه مفتوحه لبرلين ان هو ينطلق وياخد الكره بعد ما رامسي استلم ويبدا يمرر الكره لانطلاقه برلين. دي من ناحيه. ومن ناحيه تانية هتلاقي برضو انه بقت السكه مفتوحه لمسعود اوزيل ان هو يبدا يمارس مهامه بشكل واضح جدا في مهمه صناعه الالعاب, ويمكن دي كانت حاجه مهمه جدا. هنلاقي برضو في لقطه جايه عن شيء مهم, وهو وجود رامزي في النواحي الهجوميه كشادو سترايكر في الهجمات المرتده, من هو يجي كلاعب ثالث غير مراقب بعد ما سانشيز وجيروب اصبحوا عندهم رقابه رصيقه جدا. هتلاقي انه في احد الهجمات رامزي اتنقل من نص الملعب من ناحيه اليمين لنص الملعب, بدا يبني اللعب, وهتلاقيه جوه ال18 هو اللي بيستلم الكوره. وده يمكن كان حل ما كانش موجود عند ارسنال قبل كده. فيمكن انا اظن انه ده بدايه لنجاحات لارسنال الفتره الحاليه. ولكن النقطه هو ده اللعيب اللي هيبقى عليه الدايره جوه منطقه الجزاء. ده حل انا بعتقد ان هو حل مفيد, ولكن لمرحله معينه. بمعنى انه ارسنال حاليا جاهز تماما انه يفوز بالدوري الانجليزي, ولكن بدون لاعب ارتكاز بيقطع الكره ويمررها الموضوع ده هيبقى صعب جدا. يعني ده حل بنقول ان هو ترقيع.
بدون وجود لاعب بيقطع الكرة في أرسنال اعتقد ان المهمه هتكون صعبه جدا جدا. هيعانوا يعني السنه دي تاني برضه يعني انا شايف انه ده حل طبعا عبقري من غير دلوقتي مثالي هم ومانشستر سيتي يعني الـ الـ خصوصا حتى مع رغم ان ليفربول كسب بس بدون اختبارات يعني ضعف تشيلسي الدفاعي خلى اختبار تشيلسي يعني اختبار السيتي حتى الان برضه مش باين دخل فيه 5 تجوان في ماتشين صحيح يعني السيتي قدام نشوف قدام مانشستر نشوف قدام ليفربول حتى نشوف الاسبوع الجاي ارسنال ليفربول صحيح تخش على ليفربول نخش جاب كريستيان بنتكي كلاين روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وداني انجس. طبعا كان السؤالين الرئيسيين ده دي نقطه مهمه لخط دفاع ليفربول اللي هو لحد دلوقتي لسه من غير تدعيم. الراجل ده لوفرن على طول الكاميرا اصطادته مرتين بدل ما بيبص على نفس الديباج بتاع ليفربول. ليفربول لابس اصفر على فكره عشان بس الناس دلوقتي ممكن تتلخبط ممكن نرجعها تاني للقطع طبعا هتلاقيه ان هو المفترض ان هو بدل ما يبص على الزاويه اللي بيغطيها او التمريره اللي بيغطيها وبيبص هو محطوط في بص راسه فين رغم ان هو المفترض ان اللعب كله ناحيه اليمين وهو يكون لامم وراء المساحه الفاضيه الكبيره قوي دي اللي المفروض يغطيها. فانت بتتكلم في ان لوفرن بشكل عام مش بيلعب في المكان اللي مستريح فيه في دفاع ليفربول بسبب ان سكيرت المسيطر على المكان ده نسبيا وده نقطة من النقط شوية اللي كانت عاملة هزة ليفربول دفاعيا وما اشتروش حد سنتر باك يدعم النقطة دي. المشكلة التانية دي كانت مشكلة فلسفية شوية. لويس سواريز مشي من سنة ستيفن جيرارد مشي الصيف اللي فات لما تحصل مشكلة مين اللي هيلم الفرقة ستيرلينج مشي كمان بس ستيرلينج كمان فواير فانت بتتكلم في ان فعليا لسه الفرقة ما بنتش الكاركتر القائد مرة تانية اللي يقدر يشد الفرقة في الوقت الصعب مفيش حد يقوم بالدور دلوقتي بالظبط لكن بشكل عام بالوتيلي فين لا خلاص هو المفروض يعمل هو المفروض يعمل الدور ده هو اللي يلم اللعيبة حواليه طبعا كان عيد ميلاده الاسبوع اللي قبل اللي فات ولا هيلمهم فين بس هيلمهم بره بقى يعني قعدهم في الكافيه ولا حاجه كان عيد ميلاده الاسبوع اللي قبل اللي فات فاصحابه فاجئوه ان هم دخلوا رشوا عليه شامبانيا جوه الحمام وكان مبسوط جدا باللقطه دي انتهاء والله احسن صفقه عملوها كانت كريستيان بنتكي طبعا بنتكي عنده حاجه اللي هي اسمها كونفرجن ريت الفرص تحويل الفرص لاهداف حاجه مرتفعه جدا من كل 3 فرص على الجون في 2 بين الثلاث خشبات فانت كويس قوي وحظ وحش انه تعور في كاس العالم ماهوش كاس العالم كان لعيب مهم وحاجه ثانيه كمان انه في الماتش الواحد بياخد كور عاليه 8 مرات وده اعلى معدل في الخمس دوريات الكبيره كان السيزون قبل اللي فات. طيب نروح للدوري الايطالي الدوري الايطالي يلا اليوفي نبدا مع اليوفي بطل الدوري اللي يمكن السنه دي اشترى ديبالا 32 مليون يورو مانزوكيتش سامي غديرة زازا نيتو ديبالا يمكن ديبالا انا جبته هنا لانه كان صعب جدا ان انا اعوض كيفيز بلعيب واحد عشان كده يوفنتوس خد اشترى 2 لعيبه يعني يوازنوا كيفيز اولهم كان ديبالا اللي بيمتاز بالحفاظ على الكوره التمرير الصحيح فض المشاكل في الاماكن الضيقه دي الميزه اللي كانت موجوده عند ديبالا وبيمتلك حاجه مهمه جدا ما كانتش موجوده عند اليوفي انه بيسدد من اي مكان بدقه غير طبيعيه دي يمكن الحاجه اللي شفتها عند ديبالا رجليه رائعه جدا حتى في الهدف بتاع لاتشيو في السوبر ده كان واضح فيمكن دي ميزه ديبالا القويه جدا مع اليوفي السنه دي. الحاجه الثانيه وهي مانزوكيتش لانه مانزوكيتش الحقيقه لاعب عنده مواصفات مهاجم غير طبيعي ولكن عنده عيوب مهاجم برضو غير طبيعي منها انه مانزوكيتش بيحل اي موقف على الارض او فوق هو اللي بياخد الكوره مهما عملت مانزوكيتش في الهواء او على الارض بيحل كل المواقف المشكله انه باصاته كلها سيئه جدا يعني كل ما هيستلم الكوره وهيباصي هتلاقي انه الباصه رايحه للخصم مش رايحه لزميله ودي يمكن مشكله كبيره جدا ممكن يبقى لسه يعني الدنيا مش من اتلتيكو مدريد اظن انه كان عنده نفس العيب ولكن هو بيحل ده ان هو في الكرات العرضيه عنده قوه كبيره جدا فيها فيمكن هيبقى مش هيلعب السنه دي كتير ما اظنش لا هيمشي غالبا ما اظنش مش هيستعمل وجود زازا كمان اظن الموضوع هيبقى صعب مش بيل كانت ماركا كاتبه ان هو رايح سيفيا وكان في كلام زمان كمان ان هو مطلوب في ريال مدريد ان هو يكون الباك اب بدل تشيتشاريتو ما عندهمش حد هم ريال مدريد انا مش عارف هيعملوا ايه السنه دي ده باين مفيش حد خالص مش فاهم كوفاتشيتش اللي جابوه يعني جاي له دلوقتي ماتش ايه ده يا جماعه ده يمكن مباراه دورتموند ويوفنتوس ده يوضح اللعيب اللي اصبح في يوفنتوس بعد بيع بيرلو وبعد بيع فيدال اصبحت الحته اللي قدام الدفاع برده اللي بنتكلم فيها فاضيه تماما ده اول هدف في اللقاء وهتلاقي هدف تاني بقى اللي جاي ده اللي فضيحه من ريوس اللي بياخد الكره مرمى وبيجري من غير ما اي حد يقابله بيعدي من اي حد وبيسجل برده واحد من اجمل اهداف المباريات الوديه اللي انا شفتها السنه دي في التحضيرات لليوفي الراجل بيعدي مفيش اي لاعب بيقطع الكره قدامه مفيش اي حد بيعمل معاه فاول بيروح بيرقص بونوتشي بيشوط فيمكن دي مشكله كبيره جدا عند يوفنتوس اظن السنه دي هيكون في حاجه مهمه وهي كوادو اساموا
اللي ممكن يبدا في نص كنص ملعب السنه دي بعد ما ساندرو وصل لليوفي. اظن ده ممكن يبقى حل في نص ملعب جدا جدا جدا. معلش احنا وقتنا الحلقه خدتنا شويه, ف نكتفي بهذا القدر النهارده وان شاء الله الاسابيع القادمه بقى احنا معاك التحليل اكيد باذن الله. مش احمد شيخ حتى, لو احمد شيخ كذا حد يعني الصفقات كلها عشان الناس حتى تشوف اللعيبه بتاع كل حاجه عامله ازاي. في ناس بتشوف اللي جاب الجون يقول لك كويس جدا, لكن ممكن يبقى مثلا ميس باس كتير ما بيدافعش. وفي اسئله كتير هتعرف تسالها عن طريق التحليل, مثلا انتو ينفع يلعب مع ايفونا ولا لا, هيركبوا مع بعض ولا لا, وهكذا. تمام كلموني في ودن اصلا. شكرا محمد, شكرا جزيلا, نورتنا وشرفتنا. شكرا محمد, شكرا جزيلا, الواحد بيستمتع دايما بالجزء ده من الحلقه, ربنا يخليك الحاجات الحلوه دي. خلينا نطلع لتقرير ونرجع نستقبل اثنين من كبار ال طيب عندنا تقريب مع احمد حسن مكي ومين وحماده طلبه, اثنين من نجوم نادي الزمالك الكبار. نشوف التقرير ونرجع نستقبل كباتنا الكبار كابتن ماهر همام وكابتن محمد صلاح بعد هذا التقرير.